قالت دراسة صادرة عن مركز صنعاء للدراسات إن اليمن بحاجة إلى تفعيل مسارين يتمثل الأول في هدنة اقتصادية تفصل بين التنافس العسكري وبين سبل كسب عيش السكان المدنيين ممن ألقي بهم في براثن الفقر واليأس، فيما يتمثل المسار الثاني في دعم مالي متواصل من السعودية والإمارات بما يتيح ترشيد الإيرادات والنفقات على المدى الطويل وضمان إدخال الإصلاحات. الدراسة أكدت أن الوضع الاقتصادي والإنساني في البلد سيتدهور بوتيرة متسارعة في حال عدم توفر دعم مالي كبير ومستدام. أضافت أن قدرة الحكومة على زيادة أو تحسين آلية تحصيل ضرائب الدخل أو الضرائب التجارية محدودة بسبب الظروف التي أوجدتها الحرب والانقسام الجغرافي.